معي في الاستوديو دكتور مروان حج الرفاعي، عضو اللجنة القانونية بالائتلاف الوطني السوري. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور مروان. مساء الخير سيدتي. نبدأ بموضوع هذا التحقيق. ربما أول ما يدور في ذهننا عندما نتحدث عن هذا الموضوع كيماوي 2013 الغوطتين، كيف سيختلف هذا الموضوع أو كيف ستختلف تداعيات هذا الاشتباه من قبل محققين دوليين إذا كان كيماوي 2013 لم يؤخذ بحقه أي إجراء؟ سيدتي الكريمة، بعد أن صدر قرار مجلس الأمن 2035 بتشكيل اللجنة المشتركة بين منظمة الأسلحة الكيماوية ومجلس الأمن، أصدر التقرير ب 12/10/2016 بثبوت وضلوع النظام بارتكابه واستخدامه للسلاح الكيماوي، وذلك حدد كنظام كمنظومة، ولم يتطرق أو ولم تظهر أو تبث للعلن الشخصيات المتورطة بذلك. ولكن بالعودة إلى النظام السوري الذي كان يتغنى بامتلاك أكبر ترسانة في المنطقة الكيماوية، بالإضافة إلى الدستور السوري الذي ينص بأن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، هذا السلاح الاستراتيجي الذي استخدم في قتل المدنيين بالغوطة وثم استخدم في مناطق أخرى وحسب ما ثبت في أماكن كثيرة، واستخدم من خلال طيارات الهليكوبتر وفق ما نص عليه التقرير الذي أودع عن مجلس الأمن، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه استخدم بأعلى أوامر من القيادة العليا، أي أنه يكفي أنه استخدم من خلال قرار استراتيجي. هذا يعني أن النظام أو رأس النظام قاتل الأطفال هو المسؤول عن أعطاء الأوامر. وهنا بالعودة إلى نقطة أخرى، إلى ما صدر من خلال خلية الأزمة، من سر خلية الأزمة الذي ذهب بكثير من المعلومات أثناء انشقاقه، وبالذات بأن خلية الأزمة التي كانت تعنى بالقتل وبالإضافة إلى التعذيب، حتى إلى درجات التعذيب والاجتياحات المدن واستخدام الأسلحة بأنواعها، كانت مرتبطة مباشرة برأس النظام. كل هذه عبارة عن أدلة تدل على أن النظام هو برأسه وأدواته. كيف سيختلف الموضوع هذا المرة إذا لأنه الحديث هو عن استخدام أسلحة كيماوية بعام 2014، يعني بعد مفروض ما التزم نظام الأسد بعد الضغط الدولي بتسليم الكيماوي، وكما قلت كيف تقدم الوثائق لكي يتم التمييز بين عندما يتم ذكر الاسم بشار الأسد وشقيقه بأنهما مسؤولان عن استخدام الكيماوي، وكما قلت يعني القائد الأعلى للجيش بالنهاية هي الأوامر العليا، الكلمة الفصل هي منه، كيف يتم بالتحقيقات عادة، كيف يجب أن يتم التحقيق بهذا الموضوع؟ سيدتي الكريمة، ربما هي قضية عندما ستنظر بها المحاكم ولا بد أن تطالهم يد العدالة تبحث بتلك الأدلة، سيما أن القرار 2035 طلب من الدول الأعضاء كاملة في المجتمع الدولي المساعدة والمشاركة بتقديم الأدلة إلى لجنة منظمة الأسلحة الكيماوية المشتركة مع اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الأمن. تلك الدول لديها أجهزتها الاستخباراتية على الأرض، وللأسف سوريا أصبحت مرتعا ولديهم أجهزة التنصت وإلى هنالك من أجل ضبط الأوامر، وتحديدا عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستشن تلك الهجمة المحدودة القصيرة قبل أن يخضع ويسلم، جرت تلك الصفقة مع الروس ويسلم ترسانته الكيماوية أو ما قيل كل الترسانة، كان لدى الولايات المتحدة التسجيلات أو حتى الأوامر الصادرة ببدء العملية من قبل النظام، أي أن الولايات المتحدة عندما حركت تلك البوارج والأسطول عبر المتوسط كان لديها القناعة الكاملة والمطلقة بأن رأس النظام هو الذي أعطى الأمر بتلك الهجمات، سيما وأنها استخدمت من خلال المقذوفات الصاروخية بعيدة المدى التي يملكها والتي أعدت مسبقا من خلال مركز البحوث العلمية الذي أعد خصيصا من أجل تلك الحواضن التي تحمل غاز السارين ومن ثم أصبحت تحمل غاز الكلورين السام كذلك الأمر، أي أن تلك المنظومة الدولية التي ثبت لديها أن النظام قام بذلك، بعض الدول لديها الداتا بالنسبة للأوامر وبعضها سربت من خلال خلية الأزمة، والبعض الآخر يثبت من خلال المسؤولية القانونية، مسؤولية تابعة عن أعمال مدفوعة، هذه لابد صدرت عن أوامر، ولابد للعلم أن هذا السلاح يعتبر سلاح استراتيجي لا يمكن نقله إلا بأوامر عليا واستخدامه، سيما أنه كان على مجال واسع وأدى إلى كثير من الضحايا الأطفال والمدنيين. طيب سياسيا بالنسبة لمفاوضات أستانا،
قبل قليل قبل الهواء الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية أعلنت بأنها تدعم محادثات أستانا. كيف تنظرون بداية لمفاوضات أستانا؟ لم نتحدث معك عن هذا الموضوع، هل تعولون فعلا هذه المرة على شيء؟ سيدتي الكريمة، لابد أن نقول بأن أستانا متى جاء بعد أن تم تسليم حلب، وللأسف لسخرية القطر لم نكن بحاجة إلى تلك الدماء وإلى ذلك التدمير من أجل إعطاء روسيا ذلك الانتصار، ومن ثم الذهاب إلى موضوع أستانا. موضوع أستانا فرغ من محتوى عندما ذهب قرار مجلس الأمن بأنه أحيط علما بأنه ستجرى هناك مباحثات في الأستانا، وتعتبر عبارة عن تمهيد من أجل لقاء جنيف الذي أعلن بأنه سيعقد في إشباط الجاري القادم، أي أنه عبارة عن مباحثات ستجرى، ولكن لا يعول عليه بأنه سيحدث نقلة نوعية بالنسبة إلى الواقع السوري، سيما أن تلك الهدن التي أعلنت أو تم الاتفاق عليها فرغ من محتواها، ولا تتزال القتلى. اليوم حدثت مجزرة في معركة مصريين 19 شخصا، أي هدنة يتكلمون عنها؟ فما بالك بتلك المباحثات. ولكن للأسف الروس يريدون أن يجير انتصار حلب لمصلحتهم، ويريدون أن يخرجوا من ذلك المستنقع بالاستعانة بالجانب التركي. تركيا بإمكانها تضغط على الفصائل من أجل، ولكن المجتمع الدولي ليس بإمكانه أن يعطي الموافقة على ما تقوم به روسيا وتركيا، سيما أنه لا يحقق العدالة المستمرة التي يأمل بها أن تنتهي تلك المأساة. مع أنه العميد المنشق أيضا أعلن أمس أعتقد مصطفى الشيخ بموسكو مؤتمر صحفي بأنه الاجتماع المنتظر بأستانا سيقتصر على العسكريين ولن يتطرق إلى ملفات سياسية. سيدتي الكريمة، لنقول ماذا يجري. المعارضة السياسية التي تمثل الثورة أو بالرغم ما يقال عنها وما يشاع بأنها دخيلة، لم حافظت على مطالب الثورة السورية. عندما رأوا ذلك قالوا بأننا نستطيع أن نضغط على من يحمل السلاح من أجل الإرضاخ أو يعني سلب المعارضة السياسية الورقة الضغطة وهي الأرض. حتى من سيذهب إلى الأستانة سيفقد الشرعية الثورية. الثورة قامت من أجل الذهاب بذلك النظام المجرم وإقامة دولة العدالة والقانون. أي شيء لا يحقق ذلك، ولا بد من الإشارة الشيء بالشيء يذكر، تسريب الكيماوي وأن مسؤولية الأسد لتذكير من ذهب إلى الأستانة بأنهم لا يستطيعوا أن يحموا ذلك النظام المجرم بعقد صفقة بأنه سيبقى بمرحلة انتقالية، ومن ثم يتقاسم معه الحكومة أو هيئة الحكم أو ما يسمى حسب ما تقول روسيا عبارة عن حكومة مشتركة بين المعارضة والنظام. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا دكتور مروان حجر الرفاعي، عضو اللجنة القانونية بالائتلاف الوطني السوري. شكرا سيدتي.